بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. واحنا قاعدين مره في النادي لقيت ام قاعده جنب ابنها المعاق حركيا وبدنيا. الحقيقه ما قدرتش احدد يعني هل هو عنده اعاقه ذهنيه ولا لا، لانه يعني شكل وشه الى حد ما طبيعي، لكن في شويه حركات واختلافات غير معتاده. المهم بصيت على الولد والحقيقه صعب عليا، حبيبي ربنا يقويه ويشفيه. وبعدين بصيت على الام، الحقيقه ما صعبتش عليا، انا صعب عليا حالي وحال غيري من الامهات اللي اولادهم ربنا حافظهم ومديهم نعمه الصحه، ربنا يديمها يا رب ويكمل ستره على اولادنا، ومع ذلك تلاقي على وشهم علامات التذمر والافافه من شقاوه العيال وطمطتهم، وتلاقي بوزهم ممدود شبرين، وانا واحده منهم على فكره، وصوتهم مسمع لاتنين كيلو قدام لو حد من ولادها جري منها وما نفذش اوامر حضرتها، وتفضل تندب في حظها العسر اللي بعت لها عيل موريها يعني النجوم بيلفوا قدام عينيها وفوق دماغها طول النهار. في حين نظرة واحدة في وش الست اللي ابنها جنبها معاق خلتني الحقيقة اتكسف من نفسي بعد ما شفت ابتسامة رضا عجيبة وغريبة قاعدة جنب ابنها ومبتسمة زي ما تكون بتقول للناس انتوا اللي تستحقوا الشفقة مش انا، انا ربنا مقويني ومديني قدرة على التحمل وعلى الصبر وعلى مواجهة الابتلاء، الدور والباقي عليكم انتوا يلي بتنهاروا من تعويرة او من شوية سخونية. وانا اعتقد ان ده اصطفاء للام دي، وبالتاكيد منزلتها واجرها في تربيه ابنها هيكون اعلى بكتير من اي ام اولادها طبيعيين. النهارده احنا عاملين حلقه لاي ام عندها ابن معاق حركيا وبتواجه صعوبه في تربيته، هنحاول نديها بعض النصايح اللي تحافظ بيها على نفسيه ابنها وعلى علاقتها بيه وعلاقته مع اصحابه ومع اخواته، وكمان ازاي تحافظ على توازنها النفسي في ظل ضغوط اكتر بكتير من ضغوط اي ام بتواجه مشاكل عاديه مع اولادها. هنتكلم مع دكتور ايهاب عيد استاذ الطب السلوكي للاطفال، لحضراتكم كمان تقدروا تتصلوا بيه وتسالوه اي سؤال، بس بعد فاصل قصير.